معي على الهاتف محمد الطباسي أو محمد الطباسي، وهو ولد عم العائلة المتوفاة في الدلم. أستاذ محمد حياك الله معنا في أهلا، عظم الله أجركم جميعا، الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. الله يجزاكم خير ورحم الله والديكم والسلام عليكم عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. عزائنا لكم حقيقة وكلنا متوجعين من اللي صار، بس يليت تضعنا في الصورة وتشرح لنا وش اللي صار وش ملابسات الحادث. والله يا حبيبي بالنسبة للحادث، الأخ عبد الله رحمة الله عليه اللي هو من ولد عمي كان في محافظة في منطقة الرياض، طبعا جاء اليوم هذا عند العيالة في حالة تعب وأهلهم عندنا بمنطقة الدلم. بعد نقله طبعا جاي لمنطقة الدلم هنا وقال ودع عياله يعني على أهلهم، وقام اتصال بخواته قالوا ايش رايك نطلع يعني نزهه حول منطقه العين يعني تغدون هناك بالجو اللي كان سحاب وجو زين. المهم بعد ركوب خواته عدد 3 خواته من المتزوجات مع عيالهم تجاه يوم طريق العين، وهو ماشي طال عمرك على الطريق قابله اللي هو شاف موتر نسيبه زوج اخته واقف في الشعيب هذا اللي هو منطقة العين. طبعا راح يهدي السرعة ويبغى يدور عشان ايش يتجه يمهم. مع دورانه في وسط الطريق، طبعا طريق مفرد واحد يعني رايح جاي واحد، قام راعي السيارة الجيب من نوع كسار خلفه كل سرعته وصدم فيه في باب السواق. الصدمة جت على طريق باب السواق وباب اللي ورا السواق. مع الضربة صارت تتقلب السيارة تقريبا عدة قلبات. مع التقليب هذه تنثروا الركاب كلهم من السيارة، هم كل مع القلبات طبعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله، طبعا حالتهم كلها وفاة، ما في احد طلع الا واحده طلعت من اخواتهم كان عندها نزيف مع حملها، عندها النفس شغال نسبه ضعيفه من الحادث، تحولت المستشفى. مع المستشفى قعدت تقريبا 24 ساعه، كانت جانا الخبر انها توفت بالليل بس ما اعطونا خبر الا الصباح. كم عدد اللي توفوا الله يرحمهم؟ اللي توفوا 10 طال عمرك. العاشر كان اليوم صحيح المعلومة؟ العاشر اللي كان أمس طال عمرك، هذا ثاني يوم اليوم. الله يرحمهم. محمد وش كانت الأسباب؟ يعني السرعة، الطريق، وش كانت الأسباب برأيك أو من خلال متابعتك للحادث؟ والله من خلال يعني الاستماع للآخرين بسبة دورانه في وسط الطريق ولا ركز ولا نظر السيارة اللي هي جايتها من الخلف السائق. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، والله اللي صار موجع وما نتمنى يتكرر. أنا أجدد لك العزاء وأترك لك كلمة أخيرة محمد، وش تحب تقول الله فيها؟ يجزاك خير. والله أقول الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، فكانت هذه فاجعة كبيرة علينا وعلى اجتمع كاملا على منطقة الدلم. فأنا أكرر وأقول الله يغفر لهم ويرحمهم. آمين يا رب. آمين. ولا تروا إن شاء الله الفاجعة اللي شفناها، طبعا لا تنسى يعني من شوفتنا للموقع والحادث وأهالي جماعتنا طبعا اللي هم أهالي الموتى مات اللامون، كانت فاجعة كبيرة يعني. الله يهون عليكم ويرزقكم الصبر والسلوان يا رب. أكرر لكم العزاء وأشكرك أستاذ محمد لانضمامك معنا في أهلا، يعني الله يجعلها آخر الأحزان يا رب. كان هذا صوت محمد الطباسي وهو قريب من المتوفين مثل ما سمعتوا، يعني نكرر العزاء ونتمنى والله أنه ما نشوف مثل هذه الحوادث المأساوية تتكرر بإذن الله تعالى.